رأيي سعيد صباحكم، صباح النور عليكم. أتمنى تسمعوا هذا الأوديو وأنتم في صحة وأنتم في أحسن الأحوال. بونجور تو الموند، جود مورنينغ أزول. أوديو اليوم صغير خفيف، حبيت نسلم عليكم طلع عليكم حتى لا أغيب طويلا، في انتظار أن أستعيد صوتي 100%. كنت انتقيت 3 أسئلة للإجابة عليهم بسرعة من المنتدى، وسؤال من آخر أوديو. أولا شكرا جزيلا لكلماتكم الطيبة ودعواتكم، والله يعني لن أكتفي من شكركم ولن أتوقف، سأشكركم في كل مرة أتيحت لي الفرصة لذلك. أقسم بالله أنتم طاقة من الحب، طاقة من النور، طاقة من نادري، طاقة من الهواء المنعش اللي تجيني في هذا العالم العصيب، في هذا الوقت العصيب اللي نمروا به. رح نبدأ بأسوأ سؤال نكمل معه بعد نروح الأسئلة جميلة. أول سؤال هو سيء لأن موضوع سيء أكيد، مش بسبب السائلة ولا بسبب الظروف. أول سؤال هو سؤال إخلاص، قالت لي لدي سؤال أتمنى جاوبيني، هل ظهور السلوكيات النرجسية مقرونة بعمر معين؟ أعني هل الشخص الأكبر سنا تكون صفاته النرجسية أقوى وأظهر؟ هل يمكن لطفل أو شاب في مقتبل عمره أن يفعل جميع هذه السلوكيات النرجسية؟ وشكرا مقدما. أولا الشخصية النرجسية تظهر من الطفولة، لكن لما نقول تظهر عند الإنسان الواعي، لما يكون بارون أو أب ولا أم واعية راح تلاحظ أنه ابنها عنده سلوكيات نرجسية عدائية، فيها كره للأطفال الآخرين، فيها كره للمحيط، ما نعرفش تكون تمشي معاه برا مثلا تلاحظي عليه أنه يكسر الأشجار، يكسر الحشيش. هذا بغض النظر إذا ما صنفناش عندها إيبر أكتيفيتي ولا عندها مرض عصبي آخر، نفرضه أنه الطفل ما عنده حتى مرض عصبي، أوكي؟ نبدأ من هذا الأساس. راح تلاحظي على ولادك أنه إنسان، أنه طفل غير طبيعي، مثلا كما قلت لك يكسر الأشجار، يكسر أي مكان يعدي عليه، حتى ولو كان يلعب في هذاك المكان، يلعب فيه، فرضو كان في بارك، كل البارك عادي، ولكن المكان اللي كان فيه ابنك تجدي أنه نتف منه كل الحشيش وكسر منه كل شيء، أي حاجة قابلة للكسر، أكيد مش حيكسر الحديد، ما يقدرش يكسر حاجة حديد، ولكن أي شيء قابل للكسر يكسره، في الغالب يجي عنيف اللعب اللي يلعب بها يكسرها. وإذا فرضتي عليه قلتي له شارك مثلا مع اللعبة مع زميلك أو مع أخوك، يقدر يكسرها وما يخليش خوه يلعب بها، يعني كل سلوكياته فيها الكره للآخرين، هذا مش حب ملكية، لاحظوا، لأنه الأطفال أوكي يحبوا يملكوا أشياءهم، ولكن لما يوصلوا سن معينة، نفرضوا عندك بنتك عندها ربع سن، عندها 5 سنين، هي لما كان عندها 3 سنين كانت تلعب لعب معينة، فلما تلحق 5 سنين تقول لك أوه ماما محبش نلعب أنا بالدمى مثلا، محبش نزيد نلعب بهذا تاع البيبيز تاع الصغار، فأنتي تسأليها تقول لها ماما سكنا هل نعطي هذا اللعب للبنت جارتنا؟ تقول لك واه اوكي. هذه طفلة عادية. الطفلة النرجسية لما تقولي لها أو تستشيرينها في أنك تحبي تمنحي ألعابها لطفلة أخرى، تقول لك لا ما تعطيهم لهاش، نكسرهم وما تعطيهم لهاش، وهذا ما ستفعله. لحظيها قولي لها it's okay ما نعطيهم لهاش، هل راح تلعبي بهم؟ تقول لك ايه راح نلعب بهم باش حتى تبقيهم، ولكن لو تلاحظي راح ترجعي فيما بعد تجدي انها كسرتهم حتى ما يعودوش صالحين للاستعمال، يعني اللي غو إنيتيل، هذه ترجعهم غير صالحين. هذا هو النرجسي مفسد. شخصيته تتقوى في الغالب في لابخي أدوليسانس،
هذه الشخصية تظهر فيما قبل المراهقة، يعني من 7 سنوات حتى 10 سنين، لأنه فيه مراهقة متأخرة عند الأولاد. عند البنات المراهقة تبدأ من 9 سنين، ولكن عند الأولاد المراهقة تجي شوية متأخرة، فتقدر تروح حتى 12 سنة. فهذه المشكلة أو هذه الخصال النرجسية تبدأ تظهر كما قلت لكم ألاج دو 7 سنين، تبدأ تظهر جليا، يعني تظهر بصورة واضحة، الكره اللي يكون فيه عليه، الحقد، الفراغ. وفي شيء مهم، لما تنظري إلى عينين المراهق إنه ما فيش أطفال نرجسيين، لازم تعرفوا أنه كل الأطفال نقدروا نعمل لهم تصحيح طاقي. لما تنظري في عينين الطفل أو المراهق النرجسي تجدي عينيه فارغة، يعني تحسي هناك برود ما في عينيه، ما فيش شيء في عينيه يخليك تفتحي معه حوار أو تعملي شيء إيجابي معاه، ما فيش شيء يبعث على الفرح ببساطة يعني. طيب، فإذا سؤال الشق الثاني من سؤالك، هل يمكن للشاب، لطفل أو شاب مقتبل العمر، أنه يفعل جميع السلوكيات النرجسية؟ نعم، مراهق ممكن تجدي فيه كل الصفات النرجسية، كل الصفات النرجسية. فيه أمثلة كثيرة في العالم وين اكتشفوا، مثلا جيفري دامر، نعطيك مثال. جيفري دامر أحد أكبر السفاحين أو القتلة في العالم، اللي صنفوه على أنه كان مازوشيست، يعني كان يعاني من كان عانى من جرح الإذلال، مش صحيح التصنيف هذا اللي عملوه عالميا، مش صحيح. لأنك لو ترجعي تشوفي لانفانس، طفولة جيفري، توجدي أنها طفولة سعيدة، صح عانى من بعض الفقر العاطفي، ولكنها كانت طفولة سعيدة، دليل يعني أنه ما عندهاش مشاكل طفولية كبيرة، ما عدا كونه كان يفضل يعيش مع جدته بعد انفصال والديه، ولكن الانفصال لا يجعل أبدا من الطفل مجرما مثله. جيفري قتل لما بدأوا معه التحريات. أولا وجدوا أن جيفري لما كان طفل صغير كان يقتل الحيوانات من دون أي شفقة، يقتل القطط، يقتل الكلاب، يقتل ويدفن، يقتلهم ويدفنهم حتى لا ينكشف أمره مع والديه. واكتشفوا كذلك في إطار التحريات أنه أول جريمة قام بها جيفري كان عمره 16 سنة، يعني كان مراهق، ثم انقطع مع الإجرام تقريبا مدة 10 سنوات، وزاد أجرم إن مرة أخرى، هو قتل ما يقارب 17 فرد، يعني 17 رجل. فجريمته الثانية كانت لما كان عمره 26 أو 27 عام. يعني النرجسي شخصيته هذه السوداء تبدأ تظهر من ما قبل المراهقة. طيب، نمر إلى أسئلة أخرى كذا كنت انتقيتها للإجابة عليها. بالنسبة للجروب، في الكثير من البنات قالوا لي والله يا منى ما زال ما خذيتش قرار نهائي. قلت لكم أنا أرشفته يعني ما عادش فعال في الفيسبوك، حتى واحد ما يقدر يكتب فيه، حتى وقت ما يقدر يعلق. ولكن بعد نزيد نشوف مع الأدمينات ونشوف وش نقدروا نعمله. إذا تم تنظيفه من كل الطاقات السلبية والسامة الموجودة فيه، ممكن نعود نرجع نعود نحيوه. قتلي وحدة، أنا التحقت مؤخرا بقناتك، ولكني ما زلني ضايعة. قتلي، أنا مصدومة وضائعة في كلامك، أرجو منك بليز أن تحددي لي ما هو الإيجو، أو الفرق بين الإيجو والهوية، والفرق ما بين الشخص والشخصية. وقتلي أخرى، يذكر كثيرا الناس الذين يشتغلون في علوم
أو فيما يسمى بالتنمية البشرية الإيغو الشفاف، ولكن أشعر بأنهم يرددون كلاما لا يمت بأي صلة لواقعي أنا وواقع الآخرين، ولا يمت بأي صلة كذلك لما تقولينه أنت في أوديوهاتك عن الخبرة الروحانية. أرجوك 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 أجيبيني، أو لا أدري شنو هذه، أرجوك قولي لي أو أجيبيني، ما نعرفش، جاوبيني عن السؤال الآتي: ما هو بالضبط الإيغو الشفاف؟ ما معنى أن نقول بالفرنسية فلان اترانسبارون؟ رح نبدأ بهذا السؤال الثاني، وبعد نبدأ السؤال الآخر، لأنه السؤال الآخر طويل ما نقدرش نكمله اليوم، ولكن رح نبدأ نشرح ما هي الشخصية بوجهة نظر طاقية، مش الشخصية بوجهة نظر علم النفس. الإيغو الشفاف، الإيغو الشفاف هو الإيغو اللي ما عندهش أي شيء يثبته، يينا غيانا بخوفي، ما عنده حتى شيء يثبته. هو إيغو لا يبحث عن السيطرة، هو إيغو لا يحكم على الآخرين، هو إيغو لا يحكم على الطبيعة. يعني مش إنسان كما يقولوا اللي يبدأ يتذمر، يخرج يلقاش مثلا يلقى المطر يسقط، أمطار تسقط، يقول له يبدأ ينقرش، يعني كما يقولوا بالجزائرية، يعني يبدأ متى ستتوقف هذه الأمطار، وانا نا 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 نا. يعني الإيغو الشفاف هو إنسان صاحب إيغو شفاف، هو اللي يفهم أنه يا إما يمشي تحت هذه المطر أو يستعمل مطرية يمشي ويسكت، يا إما يرجع لداره لأنه مش حاب يخرج هذا الجو ببساطة. الإيغو الشفاف هو الإيغو اللي يفهم 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 ما يفهم دون أن يتذمر ودون أن يحكم، يعني يفهم الوضع هذا، أنني فاهمة كيسكي أغيب، أني عارفة ما الذي يحصل، ولكني لا أحكم على الذي حصل، لا بالصلاح ولا بالطلاح، ما نقول هذا خير، ما نقول هذا شر، ما نقول هذا حق، ما نقول هذا باطل. هذا لا يعني السلبية، حذاري، لأن هناك فرق بين عدم الحكم والسلبية. هو إيغو، الإيغو الشفاف ببساطة هو إيغو ليس لديه لون، ما عندهش تلون، يعني لون معين. هو إيغو لا يثبت لنفسه ولا للآخرين أي شيء. Je ne veux ni me prouver à moi ni prouver aux autres rien. ما عندي حتى شيء نثبته روحي، وما عندي حتى شيء نثبته للآخرين. هذا هو صاحب الإيغو الشفاف. ناخذ مثال، انا لازم نثبت لروحي اني مثلا قادره ننجح. اوكي، هناك فرق ما بين انك لازم تنجح، لازم تنجح لانك تحب تكون انسان ناجح، وما بين انك تثبت لنفسك وللاخرين انك ناجح. يعني غون نيونس، فرق كبير بين المقولتين والفكرتين والحالتين كذلك. الحالة الثانية اللي هي أنك تثبت لنفسك أنك ناجح وتثبت للآخرين، الحالة الثانية يبعثها لديك الإيغو، هو اللي يخليك تخاف. الإيغو من الـ insecure، الإيغو اللا آمن، اللا آمن، من اللا أمن وقلة الثقة اللي يعيشها الإيغو، يقول لك يجب أن تثبت لنفسك أنك ناجح، ويجب أن تثبت للآخرين ولمجتمعك أنك ناجح، يقول لك يجب أن تقوم بكذا لكي تثبت بأنك ناجح، ويجب أن تحسن في الأمر الفلاني لكي تكون ناجحا. ببساطة الإيغو هو من يلح عليك كي تثبت نفسك عند الآخرين، وهذا قيس عليه كل شيء. لماذا تحبوا تثبتوا أنكم تعرفوا شيء مثلا أحسن من شخص آخر؟ لماذا تحب تثبت أنك أب أو أم أحسن من أم أخرى؟ لماذا تحب تثبت أن حزبك السياسي أفضل من حزب آخر؟
لماذا تحب تثبت أن رأيك أنت أفضل من رأي شخص آخر؟ لأنك ببساطة شخص أو إنسان يقول أو يفعل ما يمليه عليه الإيغو. أنت تريد أن تقول للناس أو للآخرين أنك أحسن منهم. أنت تريد أن تقول أنك إنسان أحسن من الإنسانية، أحسن من الناس الأخرى. هذا اللي يحصل لما يكون الإيغو أسود، أو لما يكون الإيغو محمل بعدم الثقة وباللا أمن. يريد دائما أن يدفعك إلى إثبات أمور ما، أمور معينة لنفسك، أن تثبتها لنفسك. ولما الناس يصدقوك، لما الناس تعطيك الكريديبيليتي لازمة، لما الناس تصدقك، هذا يثبت لك أنه كان عندك حق لما كنت تريد أن تثبت ذلك. يعني كل ما الناس تزيد تصفق لك وتقول لك أنه رأيك صحيح أو أنك كذا، كل ما يزيد يتضخم الإيغو عندك. ببساطة الرجال الذين يضخمون عضلاتهم مثلا ليثبتوا أنهم أقوياء، هم في الحقيقة ضعفاء، ضعفاء بالداخل. أي شخص يحاول أن يثبت شيء ما فلأنه يخاف منه. لازم تعرفوها هذه قاعدة. يعني أي شخص يحب يثبت شيء ما فلأنه خائف منه. لذلك الإيغو الشفاف هو الذي لا يخاف، لا يخاف من أي شيء، لا يخاف من الحكم، ولا يخاف من الفقر، ولا يخاف من الجوع، ولا يخاف من الظلام، لا يخاف من الرغبة ولا من العاطفة، لا يخاف من أي شيء. هو إيغو يمر منه كل الأمور، كل الأفكار دون أن تتلون، تخرج تدخل وتخرج وتبقى من دون لون. الكيميائيين يقولوا أنه الألماس مثلا جاما، أنه الألماس يتكون من الكربون. والفحم الفحم اللي نخرجه من المناجم كذلك يتكون من الكربون. ولكن بين المادتين، بين الماس والفحم، فرق كبير جدا جدا، الشغبون مثل ما نقوله بالفرنسية. رغم أن كلاهما، كلا المادتين مصنوعتان أو تتكونان من عامل أو سوري من عنصر صافي ألا وهو الكربون، ولكن الكربون في الماس اجتمع وتفاعل، ليت أجنسي كما نقوله بالفرنسية، اجتمع وتفاعل بصور أخرى، يعني بصور تختلف عن التي حدثت تفاعلات كيميائية اللي حدثت عند الفحم، غير تفاعلات كيميائية لتكوين الألماس. فالإيغو الشفاف إذن هو أنك تأخذ الفحم اللي عندك أو الكربون اللي عندك وتحوله إلى ألماس. ببساطة يعني النفس اللي عندك تصفيها 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 وتعليها حتى ترجع ديامو، حتى ترجع عنصر أو مادة صافية، مادة قوية متماسكة وصافية مثل الألماس وثمينة. لما يكون الإيغو شفاف عندك لن تحتاج لإثبات أي شيء لنفسك ولا للآخرين، لأنك ببساطة شخص يعيش بالذبذبة الصحيحة، الذبذبة التي تناسبه، شخص يعيش بذكاء. نبدأ السؤال الآخر كذلك، سؤال ريتاش حول الإيغو والشخصية. الشخص، نبدأ بالمفاهيم البسيطة والمرة الجاية نروح للمفاهيم القوية. نبدأ بمفهوم الشخص. أنا آسفة في أشغال برا. الشخص هو مجموع ما أنت عليه،
يعني مجموع الإنسان الفيزيائي والحي والأسترالي والنفسي والعقلي. الشخص ها الشخص لاتخماي الشخص هو جملة هؤلاء الأشخاص فيك، انتهينا منها خلاص. لما تقولي شخص ها أو إنسان فهو مجموع كل هذه الكائنات أو كل هذه الأبعاد أو كل هذه الـ الـ الإنسانات، سي اون بو دير إنسان الفيزيائي، الإنسان الحي، الإنسان النفسي، الإنسان العقلي. طيب شخصية، الآن الشخصية هي اللي راح نعطيكم اليوم تفسير، مش التفسير العقيم أو التفسير الكلاسيك اللي نوجدوه في علم، نعطيكم تفسير طاقي. الشخصية ما هي؟ هي لا فورم، هي الشكل اللي راح تاخذها كل تراكمات خبرتك الحياتية على البعد الكوني، l'expérience de temps vécu sur le plan planétaire. فهمتوني؟ شكل فقط، انتبهوا، شكل فقط، شكل لا فورم فقط، لأن السلوك سلوك لا يعبر أبدا في أي حال من الأحوال عن الإنسان. السلوك هو مظهر من مظاهر الشخصية، ولكن مش هو الشخصية. الشخصية مرتبطة بالبعد الأسترالي. لماذا؟ لأنه الشخصية عندها كنترول على جسمك أنت، يعني تقدروا تعتبروا أنه شخصية الإنسان من بين المناورين عليه، الشخصية اللي نحن نملكها من بين المناورات الأسترالية. نعم يا سادة، قولوا لي كيف ذلك. شخصية عندها علاقة، عندها، أعتقد أني وصلت لواحد الدرجة يعني من الوعي في قناتي أنكم راح تفهموا الشي راح نقوله، ركزوا معايا. الشخصية لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالرغبة، الرغبة لو ديزير وليماسيون العاطفة ولا ميموار الذاكرة، ياك؟ فإذا الشخصية لها علاقة بكل هذه العوامل الأسترالية، كل هذه العوامل اللي ذكرتها الآن هي عوامل أسترالية، لذلك فالشخصية هي من الأسترال. شخصيتنا من الأسترال، مش ملكنا. أنا الشخصية اللي أنا عليها اليوم مش ملكي، وهي بواسطة النظام، بواسطة النظام الأندوكرونولوجي بالعربية، السيستم أندوكرونولوجيك، هذه الشخصية تقوم بماذا؟ تقوم بتغيير الجسم. لذلك مثلا المرأة تحتاج أن تعمل ميك اب حتى تبدو جميلة، والرجل يحتاج أنه يعمل مثلا أدري رياضة حتى يكبر العضلات عنده، أسي دو سويت. هناك احتياجات الشخصية هي اللي تحتاجها، هي اللي تطلبها، ولكن تجعل من الجسم يلبيها. فالجسم مع الوقت راح يبدأ ياخذ الصورة، الصورة اللي تناسب شخصيتك، شخصيتك الأسترالية بيان سور. فصوتك راح يتغير على حساب شخصيتك، فممكن نبرتو تكون حادة إذا أنت كنت شخصية حدية، طريقة مشيتك، طريقة كتابتك، قراراتك، قراءاتك، كتبك يعني تقراها، كل سلوكك كله راح يخضع لهذه الشخصية. وهذه الشخصية كما قلت لكم تخضع لماذا؟ تخضع لمبادئك، مبادئك الأسترالية. الجسم يأثر، الجسم سوري مش يأثر، الجسم يتأثر بهذه الشخصية ويبدأ يتغير، ولكن هذا الفريكونس أو هذا التحورات لا تدوم، لأن الجسم متأخر على النفس. الجسم ذبذبته الفيزيائية متأخر على الذبذبة الأسترالية اللي هي أقوى وأسرع، ولذلك جسمك مش راح يعجبك. يعني دايما جسمك مش راح يعجب رغباتك، ومن بعد توصل لواحد الوقت أو لواحد العمر، يعني مثلا أنا أدري 40 سنة، تولي ما عندكش نفس الرغبات اللي كانت عندك لما كنت عندك 20 سنة مثلا. لماذا؟ لأنه الرغبة في الأسترال تغيرت، والجسم في الأرض
ما تغيرش، يعني جسمك هو جسمك، حتى ولو قدرتي تعملي عليه بعض التعديلات الطفيفة أو بعض التغييرات الطفيفة، إلا أنه جسمك يبقى جسمك. فمع الوقت الشخصية تتغير، الشخصية تتغير إذا ارتفع الوعي، والتغير هذا راح يخليها تأخذ أشكال مؤقتة، وعدم الثبات هذا يجعلك أو يجعلك تفقد الرغبة في تغيير جسمك. يعني أنت كل ما يرتفع وعيك شخصيتك راح تتغير. أنت اليوم مش أنت اللي كنت البارح، وأنت اليوم مش أنت اللي كنت سنة 2019، وهكذا دواليك. ولكن في كل هذه الأحوال، مع ارتفاع الوعي، هذه الشخصيات المؤقتة اللي تمر بها هي شخصيات غير مؤذية، غير مؤذية. وكل ما تزيدوا تتغيروا، كل ما تزيدوا تدخلوا في الأسترال الفردي وتخرجوا من الأسترال الجمعي، تقولوا ما تتبعوش رغبات الأسرار الجمعي ولا الذكريات ولا العواطف الجمعية، وتبدأوا تأسسوا لشخصية بأسترال فردي، بذكرياتك أنت، بعواطفك أنت، برغباتك أنت، حتى وإن كانت هذه الرغبات تتعارض مع كل رغبة جمعية أو كل رغبة طبيعية عند البشر. وهنا أنا لا أقصد بالرغبات المرضية أو الرغبات السادية أو الرغبات الشاذة، وإنما أقصد تجارب حياتية متفردة يعيشها الشخص ولا يمكنه أن يتشاركها مع الجماعة أو مع الجماعة. وهذا ما أسميه التطور الروحي اللي راح ينتقل فيما بعد للجيل الذي سيأتي من بعدك، أو على الأقل لعائلتك الروحية التي ستخلصها بعد موتك أو أثناء مرورك بعالم الموت. تحياتي، سلامات.